نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن العيب أن يكون المسلم لا يعرف شيئا عن نبيه ولا يعرف اسمه إلى النسب الصحيح. وهذه الأبيات تسهل على كل من أراد أن يحفظ نسب نبينا صلى الله عليه وسلم: أباء سيد الورى على الرتب، وابن عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف بن قصي ابن كلاب مرة كعب اللؤي، وغالب ابن فهر ابن مالك، النضرق الكنانة كذلك، خزيمة مدركة إلياس، ومضار نزارهم قياس. ثم ما عد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. فهذا اسم نبينا محمد.